السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الحريشات اللي غادي يكونوا باكريس او لا اكريش، المهم كل واحد كيفاش كيقول له. اللي غادي نحتاجو ان شاء الله المقادير، غادي ناخذ هنا القياس عيني ميزاني، غادي ناخذ واحد جوج كيسان ديال السميده الحرشه، هانتوما كتشوفوا، ولا ثلاثه على حسب نتوما اللي بغيتو. ناخد واحد جوج ونص، هانتوما شفتو. هنا غادي ناخد واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، وغادي ندير رشة ديال الملح، واحد ربع معلقة ديال الخميرة الكيماوية هكذا، هادي كتعطينا واحد التقرميشه في السميده. هنا غادي نخلطوا هاد العناصر هادي كامله هكا. هنا عندي واحد المعلقه جوج معالق كبار ديال الاكريس، يعني هذا التخت ديال الخليع اللي تيكون البقايا اللي كتكون لتحت فاش بعد ما كنهزوا اللحم وكنهزوا اليدام اللي كيكون كيصبر داك اللحم، هذا داك التفل ديالو التحتاني، داك التخت يعني داك الفريتات ديال اللحم اللي كيطيحوا الشحمه، هما هادو اللي تيكونوا طاسه خاصه بهم. هادو انا غادي نقبط وندوبهم في ميكرووند اولا في كويسرينه اللي عندكم. هنا من بعد ما دوبت هادوك في ميكرووند، هنا بالنسبه للملح ما تكثروش بزاف لان تيكون هو مالح، ديروا غير شويه باش متنسموي، حنا بغينا الغراض نسمو غير شي شويه باش ما يجيناش مالح. هنا غادي نضيف هاد اكريش هذا وغادي نرملوه، نرملو ديك اكريش بالسميده، السميده ديال الحرشه، باش كتدخل فيها كلها. وانتوما ديروها اما كبيره اما صغيره على حساب اللي بغيتو، كلكم ديروهم فرديين اولا ديروها وحده كامله، انا غادي نديرهم صغيرين. ها انتما شفتو كي كيترملو هكذا، دابا دخل فيها كامل. دابا غادي نجيب الماء دافي باش غادي نجمعو هاد الخليط ديالنا. كاين اللي كيخلي الحرشه في الليل تبات، كنت شحال هادي بكري كنت كنخليها تبات بالسميده و الملحه والخميره، كنت كنخليها كتبات ولكن ما كنديرش الماء، غير كندير السميده في هذاك الخميره ونخليها كتبات، ولكن لقيت النتيجه انها بحال بحال. صافي دابا ها هي دي. من بعد ما رملناها دابا غادي نجيب الماء. بالنسبه للماء كيف هانتوما دافي، هي الحرشه خاصها تكون خفيفه لان السميده كتشرب الماء. انا نعطيكم القياس فين تحبسوا من الماء، داك الماء مهم، ما تربيوهاش قاصحه لانها كتشرب وباش تجيكم هشيشه. هانتوما بحال هكذا تكون عندكم ها جاريه لانها غادي تشرب وما غاديش تبقى هاك هكذا. صافي هي ما بين يدينا، كنخليوها غادي ترتاح دابا مزيان واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه على حسب، ولا كنتو زربانين بها تيمكن لكم ديروها على ما تشرب لنا هاد الخليط هذا. وغادي نغطيوها بطبيصل، صافي ونرجع لكم من بعد. صافي هنا من بعد ما غادي ترتاح لي العجين ديالي خليتها واحد 10 ديال الدقائق، هي هادي هانتوما شفتو مازال رطبه، يعني حيت عطيت هذاك الماء مزيان اي حرشه درتوها خصكم تعطيوها الماء. هنا غادي نشعل العافيه على
غادي نردها كتسخن، بعد ما غادي تسخن لي غادي نزل شويه ديال الحراره، ما غنخليهاش مجهده. هنا من بعد ما سخنات لي نقص شويه الحراره. هنا عندي المول ديال القليبات، نتوما المول اللي عجبكم اولا مدور كيمكن له. هنايا غادي نقبض وغادي نرش السميد، هو الاول ضروري السميده اللي عجنتو بها النيت، وغادي نخبط واحد الكره، وغادي نحط هذه هنايا في الجنيب، وغادي نحاول انني نقص العافيه. وتنقصوا القياس، ماشي ضروري غديروا كره كبيره حتى تقاد لكم داك الحجم ديال داك القليب. شوفوا نتوما اللي درت لكم حريشه ديال عيد الحب. لا هسه كنضحك معكم البنات، كاين لا عيد الحب ولا حتى حاجه، يعني هادشي غير بداع وصافي. هانتوما هانتوما شفتو القليب كيجا، نحاول اننا نبينوه، نضغطو عليه هكدا. صافي غادي نقطع عاوتاني وحده اخرى نقربها ليكم هنا، نضغطو كره ونضغطو عليها. يجيو تقريبا هادو فيهم واحد سنتيم في العلو، كنضغطو عليهم مزيان باش كيجيو مقادين. صافي ونطلعو هاد المول هنا، وهنا نحاولو اننا كي قلت لكم نهبطو نبينو هاد القليبات هكا. شي بانوا لينا. دابا غادي نبقى انا هكذا بهذه الطريقه هذه مستمره، بغيت نديرهم دوائر ولا بغيت نخليهم هكذا، المهم حتى نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالهم. بعد ما نتوما كتشوفوا الخطوات غاديه بهم، ما خدمنا فيهم لا زيت لا والو، لان اصلا هذاك اكريش راه فيه زليدان بزاف. والمهم اللي ما عندهاش كيمكن لها تعوض بالزيت البلديه والزبده، كيجيو رائعين. دابا غادي نحاول انني نقلب نشوفهم فين وصلوا، هي بالعقل نقبطوا في نديروا شي شويه ديال السميده، نهزوا بيدينا ونديروا السميده عاوتاني هنايا في ديك البلاصه، نحاولوا اننا نجيبوها هكذا قاده، نجمعوا لها الجنيبات هكذا باش يجينا داك الفورمه مزيونه. هانتوما شفتوا نفس الشيء حتى لهادي. واخا هكا غادي نكملها قدامكم باش تشوفوا الكواليس اللي كيكونوا كاينين، ولكن بعض الناس ما تيبينوهش. انا كيعجبني يوقعوا لي قدامكم باش تشوفوا كيفاش كنفكو الجره. ها انتم غادي نقص من العافيه، راه طالعين مزيونين ومحمرين. ها انتم شفتوا القليبات ديالنا، فاش كنزيروهم
تيوليو يوقفوا داك الوقوفيه ديالهم. هادي نزولوا لهاديك الشميت فات مساكن. صافي هانتوما شفتو كيفاش كنحضروهم. ايوا كلشي ليه الصبر. الا كانت المقلة عندكم جهه كتحمر بزاف وجهه، حاولوا انكم تبقاو تكحزوا الحريشات ديالكم البلايص اللي كيتحمروا. هاد المقلة هادي مسكينه كدير هاد الصوت على حسب الحراره اللي كيفاش عوجاتها نهار الاول. صافي هانتوما شفتوا الحريشات ديالنا كيفاش جايين وطالعين محمرين مزيونين. دابا غادي نكملهم انا ان شاء الله كاملين هكا ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. يعني هاد الكميه ديال جوج الكيسان ونص يكونوا ديال عنبه، ولا ديروا ثلاثه ديال الكيسان صغار على حسب افراد العائله ديالكم والمحبين ديال هاد الاكريش. كيجيو رائعين مع واحد البريرات ديال الاتاي. ما نعاود لكمش كي كتجي القضيه رائعه، ولا كويس القهوه على حسب كل واحد شتي عشق. كي قلت لكم ضروري من ديك الفتيحه اللي كنديروا ديال القليب هنا باش كيجي القليب باين. من بعد كنبقاو نشوفوهم غير هكذا نهزوهم بيدينا. بالنسبه هانتوما شفتوا القليب كيفاش كيجي رائع. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى ان يعجبكم ان شاء الله وتجربوهم. كيجيو رائعين هانتوما شفتو كيفاش كيجيو السمك ديالهم. كنهدي لكم هاد الحريشات على الصباح. صباحكم مبروك والى اللقاء في حريشات اخرين ان شاء الله، ومع السلامه. وكنتمنى يعجبكم وتطبقوهم ان شاء الله.